قاضي التحقيق هو اللي متعاد بالملف واعطى انابه للوحده الوطنيه، الوحده هي اللي قاعده تبحث وتقوم بالاعمال نتاعها الاستقرائيه تحت اشراف قاضي التحقيق فقط. الاعلام مش تعلقوا على تصريحات الطبيب هذايا، ولكن نحب ناكد اللي كونه نتيجه التسخير الفنيه هذه تعتبر ورقه من اوراق الملف، وقاضي التحقيق الوحيد هو المؤهل للنظر في هذه الاختبارات، وبالتالي مش معقول اليوم ان اي طبيب ولا اي مواطن يعطي ولا يفشي اسرار معناها تعتبر من سريه التحقيق. هذايا هو الشيء اللي نحب ناكده. فاذا كان الانسان كان على حسن نيه ونأكدوا متأكدين لكون الإنسان يعطي يعني المعطيات هذيا على حسن نية، راهو المعطيات هذيا إفشاء سرية التحقيق راهو معناها مش مقبول، راهو يعرق سير الأبحاث، هذيا نحب نأكدوا. رفقة سيد قاضي تحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفي ظرف ساعة كنا على عين المكان، تعرفوا يعني التنسيق ما بين النيابه وبين قاضي التحقيق، كل واحد يسكن في المقر نتاعو، والوحده بطبيعه توجهنا رفقه الوحده الوطنيه للابحاث في جرائم الارهاب بالحرس العوينه، وتوجهنا وكنا على عين المكان، ولقينا السيد قاضي التحقيق الاول بالمحكمه الابتدائيه بسوسه 2 رفقه سيد مساعد وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بسوسه 2 باعتبار كون الجريمه جدت بمنطقة القنطاوة ومرجع نظر الترابي بسوسة 2، وقمنا بجميع يعني الأبحاث الموطنية، وقمنا بتمشيط مكان ومسرح الجريمة رفقة سيد قاضي التحقيق، وقمنا بمعاينة جميع الجثث اللي كانوا موجودة عدد القتلى، وقلنا لكون عدد القتلى بلغ 38 باعتبار لكون نحن كنا معناها على عين المكان، كانوا 18 جثة على البحر على مستوى البحر معناها على رمال البحر الحق، ثم 5 جثث على مستوى المسبح، ثم 4 في المسبح المغطي، و3 في الإدارة، وبعض الجثث في أماكن مختلفة. سيد قاضي التحقيق بطبيعة الحال بعد ما قمنا يعني قبل ما قمنا بطبيعة الحال أذن بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ومحاولة ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعديد من الجرائم الإرهابية تبقى الفصول 201 و202 و32 من المجلة الجزائية وقانون 10 ديسمبر 2003. نحن على مستوى النيابة العمومية نتعامل مع الملفات الإرهابية بعد إعطاء التكييف القانوني للأفعال، نحيله من أجل جرائم الحق العام فصل 201 و202 وكذلك جرائم يعني وكذلك قانون الإرهاب، وبالتالي لا لبس في هذه المسألة، قانون الإرهاب مطبق وقاعدين نطبقوا فيه، وعندنا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات قاعدين نطبقوا فيه. دعوة لوسائل الإعلام في اطار التفاعل وفي اطار كما قلنا الشفافيه، قاعدين نسمعوا توا في تصريحات متضاربه، وقع يعني منذ الوهله الاولى التاكيد اللي كونوا ثم مواطنين تونسي من بين الجثث، والحالي نحن كنا موجودين على عين المكان، يعني كنا نحسبوا في الجثث، كنا موجودين وكنا نعاينوا، واكدنا لكونه لا وجود لمواطنين تونسيين يعني في بالنسبه للقتلى. هنالك بعض الشهود يعني المتضاربة والمتناقضة والتي من شأنها أن تعرقل سير الأبحاث. راهو الشيء اللي نحب نأكده نعمل عليكم برشا كوسائل الإعلام اللي كونها العناصر الإرهابية قاعدة تتنفس بالإعلام تو. هذا الشيء اللي نأكده. ثم معطيات إذا كان باش نقولوهم راهو يكونوا مطلعين على جميع التصريحات اللي قاعدين نقولوا فيها. راهو قاعدين يطوروا. ولكن نحن بحول الله ما يلزمناش نقعوا في الفخ. وما يلزمناش نفركسوا على السبق الصحفي. شكون معناها الوسيلة الإعلام الأولى اللي تعطي التصريحات؟ شكون الصحافة يعني ولا الجريدة اليومية اللي تعطي المعلومات؟ قاعد نسمع أنا توا في تصريحات وفي شهادات متضاربة. عدد الإيقافات
نوعية السلاح، رأوا كل إنسان يقدم تصريحات وهذه دعوة للجميع. أي إنسان عنده معطيات يتقدم للجهة القضائية المتمثلة في السيد قاضي تحقيق.